Kindly remain seated. أولياء الأمور الكرام، الرجاء الجلوس في مقاعدكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. يشرفني محدثكم الطالب محمد الوسطي أن نقدم أنا وزميلتي الطالبة سارة العكري من الصف الحادي عشر برنامج حفل التخرج لطلاب وطالبات الفوج التاسع لمدرسة الروابي الخاصة للعام الدراسي 2022-2023. فأهلاً وسهلاً بكم، وأرجو أن تقضوا بصحبتنا أجمل الأوقات. Good evening, everyone. It's a pleasure to have you here with us tonight. Today, we're at the highly anticipated event of the year, the 2023 graduation ceremony. I'm honored to be presenting to you the graduating class of 2023. Let us all give a round of applause to our graduates.
الرجاء من أولياء الأمور الكرام الجلوس في مقاعدهم. Kindly remain seated.
This significant occasion wouldn't have been possible without the unconditional support and guidance of our esteemed mentors towards our dear graduates. Please welcome the distinguished faculty members of Al Rawabi Private School. First off, we have Arabic teacher, Mr. Abdel Mun'am. Arabic teacher, Mr. Mahsin. First off, we have Arabic teacher, Mr. Abdel Mun'am. Arabic teacher, Mr. Mahsin. IB coordinator and English teacher, Mr. Anthony. English and theory of knowledge teacher, Mr. Leo. Theory of knowledge teacher and CAS coordinator, Ms. Fatma Shamasi. Physics teacher, Mr. Jimo. Mathematics teacher, Mr. Zahab. Mathematics teacher, Ms. Dishma. Biology teacher, Mr. Michael. Chemistry and IGCSE coordinator, Mr. Waji. Chemistry teacher, Mr. Stanley. Environmental science teacher, Ms. Umber. Computer science teacher, Ms. Saivi. Science teacher, Ms. Tina. Business teacher, Mr. Brian. Business teacher, Ms. Biji. Economics teacher, Mr. Hussain. Religion teacher, Mr. Ali. Social and citizenship teacher, Mr. Adil. PE teacher, Ms. Wadi'a. PE teacher, Mr. Hassan. Art teacher, Ms. Alia. Art teacher, Ms. Zahra. We are immensely grateful for the dedication and hard work that they put into supporting our beloved students. الكرام نقف استعدادا للسلام الملكي لمملكة البحرين الحبيبة. And now, please stand for the singing of the Bahrain National Anthem. أحبتنا الحضور في هذه اللحظات لنا وقفة متأمل في قلبه حنين وعلى شفتيه ابتسامة وكأنه يستشرف عمرا قد اخضر فيه العطاء والعمل في يوم نزف فيه فوجا على خطى النجاح باتجاه النور ما بين حمد وشكر ولسان يرتل آيات الثناء نفتتح حفلنا بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا الطالب هيثم عبد الأمير من الصف العاشر فليتفضل مشكورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين صدق الله العلي العظيم. نتوجه بالشكر الجزيل للطالب هيثم ونسأل الله عز وجل له دوام التوفيق والسداد. أيها الحفل الكريم، باسم الهيئتين الإدارية والتعليمية بمدرسة الروابي الخاصة، يشرفنا الترحيب بسعادة الدكتور مصطفى السيد رئيس الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، كما يشرفنا الترحيب بسعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ونرحب بسعادة النائب حسن إبراهيم حسن وبسعادة النائب ممدوح عباس صالح، كما يسعدنا الترحيب بالأستاذة الفاضلة عواطف جاسم رضي مؤسسة مدرسة الروابي الخاصة، ونرحب بالأستاذ الفاضل عبد الستار مصطفى العامري المدير العام لمدارس الروابي الخاصة، ويشرفنا الترحيب بالأستاذ الفاضلة مرفت مراد مديرة المدرسة الإعدادية الثانوية، كما نرحب بالهيئتين الإدارية والتعليمية للمدرسة، ويشرفنا حضور السيدات والسادة ضيوف الشرف وأولياء أمور الطلبة الخريجين. الحفل مكتمل الأنوار حيث به، هذه الوجوه التي زادته إشراقا بكم سعدنا وإنا نزدهي فرحا، وأي حفل به أنتم فما راقا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. At this point we are going to hear the words of the man behind Al Rawabi Private School's transformative educational excellence. His passion for his craft has brought out the best in students and teachers, and has certainly brought ARPS to another threshold of character and excellence. His wisdom has always been ARPS's beacon. Ladies and gentlemen, without further ado, let us all welcome our distinguished school general director, Dr. Abdel Settar Mustafa Al-Amri. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه المنتجبين. أبنائنا الطلبة خريجي 2023، ضيوفنا الكرام، أولياء الأمور الكرام، الهيئة الإدارية والتعليمية بمدرسة الروابي الخاصة، وعلى رأسهم الأستاذة الفاضلة عواطف جاسم رضي مؤسسة المدرسة. تحية تربوية وبعد، نحتفل اليوم ها هنا فخراً وإجلالاً بجهود أبنائنا الخريجين لنبارك لهم نجاحهم الذي كان نتاجاً ليقينهم بالله أولاً وأسرارهم على تشريف آبائهم ومدرستهم ووطنهم، ليقفوا بشموخهم ويرسموا أجمل لوحات التفوق بعد أن كسبوا رهان التحدي. ويطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن منتسبين في مدرسة الروابي الخاصة من هيئات إدارية وتعليمية أن أتقدم إليكم بخالص عبارات التقدير لتشريفكم حفل التخرج لهذا العام الذي تواصل فيه العمل الجاد والاجتهاد من قبل المعلمين والطلاب على حد سواء من أجل رفع جميع التحديات والوقوف مجدداً اليوم لنكتب قصة نجاح أخرى في سجلات مدرستنا العامرة. خريجونا الأعزاء، ها قد تجاوزتم مرحلة مهمة من مراحل حياتكم الدراسية، هذه المرحلة التأسيسية لرحلة بناء مستقبلكم المشرق بإذن الله. أسستم وتأسستم بفضل الله أولاً، ثم همتكم العالية وشعوركم بأن بناء الذات ينطلق دائماً من حاضر لا يخلو من التحديات. لقد اجتهدتم وسهرتم الليالي وتعبتم حتى تبلغوا هذا اليوم الذي يمثل نقطة تحول في مسيرتكم على درب النجاح والتمكين. تحصلتم باقتدار على شهادة الثانوية العامة، هذه الشهادة التي ستفتح لكم أبواب الصروح التعليمية من جامعات ومعاهد عليا، حيث ستواصلون مسيرتكم التعليمية كل حسب تخصصه. ونحن على يقين من قدرتكم على أن تكونوا مثالا للمواطن الصالح الذي يسهم بما نهل من العلم في مواصلة مسيرة البناء والتطوير بمملكتنا الغالية. وتذكروا جيدا أن هذا اليوم ليس إلا نقطة انطلاق نحو المزيد من العمل الجاد والتألق من أجل تجاوز كل العقبات مهما كان حجمها. ونجاحكم اليوم وغدا يتوجنا جميعا، فهو نجاح آبائكم ومعلميكم ومدرستكم، مدرسة الروابي الخاصة. السيدات والسادة الحضور، لا يخفى عن حضراتكم ما خلفته الجائحة من أثار سلبية على مستوى تحصيل الطلاب ومهاراتهم الاجتماعية، مما دعانا إلى مضاعفة الجهود وتوظيف كل الموارد من أجل تجاوز هذه الآثار. وتمكننا بفضل الله أولاً والإصرار الذي أبداه طلابنا الأعزاء ومعلموهم وآباؤهم، تمكننا من تجاوز الهنات ومثبطات النجاح، وها نحن اليوم نجني ثمار التعب المضني. فهنيئاً مجدداً لخريجينا الأعزاء، وهنيئاً لأولياء أمورهم بهذا التميز، ثم هنيئاً لمدرستنا مدرسة الروابي الخاصة بتخرج أبنائها وتأهيلهم لتحقيق أحلامهم وبناء مستقبلهم. أعزائنا الحضور الكرام، لم يبق لي في هذه الكلمة الموجزة إلا أن أجدد لكم أسمى عبارات التقدير والشكر على حضوركم ومشاركتنا ومشاركة خريجينا فرحتهم التي ستكون بعون الله وتوفيقه فاتحة أفراحهم ونجاحهم في المستقبل. وفي الختام أرجو منكم أيها الطلاب المتوجين أن تسيروا على نهج العلم والأدب لتكونوا منارات الأجيال اللاحقة في مدرسة الروابي الخاصة، وتشرفونا
وتشرفونا بتميزكم. فكما يقول الإمام علي كرم الله وجهه: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dr. Abdel-Settar. Being able to turn a vision into reality is what defines leadership. At Al Rawabi Private School, we are fortunate enough to have a leader who embodies this kind of initiative. Since joining our school, she has implemented significant changes in order to create a positive and welcoming community for all. None of these changes were accidental. They were all carefully planned and executed by someone who is not only passionate, but also an effective leader. I invite you all to give a round of applause to our principal, Ms. Mervet Murad. Your Excellency, Dr. Mustafa Sayed, Secretary General of the Royal Humanitarian Foundation, respected members of Council of Representatives, school founder, Ms. Awatif Radhi, General Director, Dr. Abdel-Settar Al-Amri, Chairman, Mr. Mohammed Al-Aikri, esteemed board members, school principals, distinguished guests, faculty members, and most importantly, the extraordinary graduating class of 2023. This is the first time I stand here before you as principal of Al Rawabi Middle and High School. And I'm standing here proudly to congratulate my first batch, the graduating class of 2023. We are gathered here today not only to celebrate your achievements or to mark the end of your high school journey, but rather to rejoice and stand witness to the limitless potential that lies ahead for each and every one of you. Today marks the beginning of a new chapter in your life, one that is filled with endless possibilities and opportunities. The economic vision 2030, which was launched in 2008 by His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, is a comprehensive economic vision for Bahrain, providing a clear direction for the continued development of the kingdom's economy. And we at Al Rawabi constantly aim to foster that culture that shapes students who invest themselves in the wider community, ultimately becoming pioneers, leaders, and entrepreneurs that work towards shaping our greater future. Remember that this is not the end, but the beginning of a greater and more exciting horizon. Embrace the unknown with open arms and a deep willingness to learn from life. Remember to be brave, courageous in pursuing your passion, and don't be afraid to take risks so that you may discover your true potential. Most importantly, remember that your journey with Al Rawabi does not end here. As you look back, remember that the school community will always be here for you to support you come what may. We are truly dedicated to realizing your fullest potential. We must all take time to applaud the teachers. Applaud. Thank you. Who have dedicated their hearts towards paving the path for the growth of our students. Counselors
who have supported and guided them throughout the years, faculty, admin, and staff, all of which create the pillars on which our school stands upon. And last but not least, our supportive parents and family members. As a popular African proverb states that it takes a village to raise a child. Nonetheless, I'm happy that this day has come because I'm certain that this day marks your first stepping stones to greatness. This is the beginning of everything you want. And so, class of 2023, my last advice for all of you is, go into the world and do well. But most importantly, go into the world and do good. Thank you. نشكر مديرة المدرسة الأستاذة ميرفت مراد على كلمتها القيمة. And now, may I call on our beloved guest, Dr. Mustafa Sayed, to come forward. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة الأستاذة عواطف ياسم مديرة المدرسة السادة مربت الأساتذة الكرام السادة أصحاب سعادة النواب عوائل الجميلة أمامي أبنائي الخريجين سعيد جدا أن أكون معكم حصلت الدعوة للحضور والمشاركة قبل يومين ولم أتردد لأننا أحترم هذه المدرسة وهي ثاني مرة أشارك معكم في برنامجكم هالسنة قبل فترة قصيرة شاركت معكم في برنامج UN وكنت مبدعين في الحديث بالكلام وأبتخر بكم وأعتبركم أصدقائي قبل فترة يمكن أقول باللغة الإنجليزية اللي عندنا بعض الجماعة صح في ناس يعشون أوكي Years ago, they made a survey to discover how much people remember from the speeches that you hear during your graduation. Okay? They found out that 90% of you will remember 10% by next day. And the other 10% will remember 45%. And those 10% who remember, and those 90% who remember 10%, by the second day, they will remember only 5%. And at this rate, by the end of the week, you won't remember anything of what I will say, so I can take my freedom to say anything I want. But speeches during graduation is very important. We hear some key advisors from the principal. I remember one of the students a few years ago talking in a graduation. I was so impressed by her speech that I asked for a copy. And I just show you some of the sentence that she wrote. She says, sometimes we underestimate ourselves and our abilities, refuse to get out of our comfort zone, and think being a student is enough to lead a successful life. That's not enough. We all will be able to write our own unique success story once we put those thoughts aside and get out of our
shells and look at life in totality, facing challenges and gradually riding mountain of hope and success. And she said several good example attributes of successful people. She said, the first attribute of extraordinary people is passion. Steve Jobs was passionate about his job and making his name shine in the world of technology. He worked very hard to become one of the most famous men in the world. Also, she spoke about Oprah Winfrey in her speech, this young girl. And she said, the last attribute of extraordinary people is resilience. We shouldn't let frustrations and failures block our way toward success. Oprah Winfrey, the famous talk show host and actress, was told he's a misfit for the screen when she went for a first interview. They said, you are not good. However, she refused that judgment, and she used those words to improve herself and become one of the most respected and successful women in movies and talk shows. In having passion for your job, it doesn't have to be Steve Jobs or Bill Gates or others, or going for very high jobs. I remember when I was your age or little younger and I was very poor, I left school to go and work. I thought I will never be able to go to college again. But the thought of going back was deep rooted in my heart, and I knew one day I'd go back. The first job I had was to clean the basement in a power station. And I used to clean not only the basement, also the machines. And I said, one day I'll be the manager, and I have to make sure those people here, they leave the place clean, especially difficult areas in the basement, hot, wet, damp. Because when I become a big manager, I don't have time to go to those areas. And everywhere I went, as I moved forward, I excelled in my job. And I was full of hope. At a time, anybody would have been discouraged to think, one day I'll be the president of the oil company. Thank you. Thank you for your appreciation. But you may ask, what made you this person? And I'm quite often asked, I'll say, no, I'm still simple, humble man on my way to success, inshallah, and I'm still working very hard from 5:30 in the morning, like today, working on part of this speech, of course, and other reports. People ask me, how did you do it? From a cleaner in Babco to be the president of the biggest oil company. Number one. You need blessing from God, and you have to believe that God has created us in the best design. وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ. Best design. But you have to have belief, my friends, in yourself. Number two, parents' blessings. It's wonderful to have the support of the family. It gives you so much energy and confidence as you go to your job that day and do your work. Humility.
humility and people's love is so important when people appreciate you. And when you are humble enough to ask them questions, you learn a lot from the people who may not have the degrees to have high position, but they have a lot of experience and knowledge and techniques that could save your life. Also, ensure that you work hard. Sometimes you have to take risks. Sometimes you do dangerous work. But insist on success. You must say, I will be successful. One of the things I used to tell myself before, every night before I go to sleep, I say, in every day and in every way, I get better and better and better. And always think of success as an important key factor in your life. Future vision and planning is important. It doesn't matter what age you are. You must have a picture of where you want to be, what you want to do. If you have that vision, it will give you the energy, inspiration to achieve it. If you don't have a plan, it is like being in the middle of the ocean without a captain in a ship. A ship will sink, it doesn't know which way to go. You must have a plan of where you want to go. And it's so important, finally, to have a strong love for knowledge, for reading, everything. When I could not go to school, I used to go to shops, and I used to read on cans of pineapple, beans, and peaches, and orange. And I used to learn language from grocery shop. You are very lucky with the technology, Google, internet, libraries, to have so much wisdom and knowledge, but back it up with experience. Don't think that having the degree or the qualification is enough. I learned that there are three formulas for success. Number one, you have to work hard. Number two, you have to work hard. And number three, you must also work hard. These are my formulas. I hope at least by the end of 1 week, you will remember 10% of my speech. Thank you. Thank you so much for your inspiring words. أيها الحفل الكريم، هذه اللحظات التي طالما انتظرناها، نرجو أن تكون أجمل الذكريات المنقوشة في قلوبكم وقلوب الطلبة الخريجين. نشهد معا نتاج جهود كبيرة، ونحصد ثمار الجهد الدؤوب الذي غرس بأيدي المعلمين والمعلمات في شتى مراحل الدراسة في مدرسة الروابي الخاصة، لينمو ويثمر علما ومعرفة وخلقا وسلوكا، وختام ذلك تخرجا بهيجا يملأ الأرواح فرحة وسرورا. أما الآن فمع النشيد الرسمي لمدرسة الروابي الخاصة من كلمات الأستاذ صلاح مهدي الهملي من أجل جيل مبدع. Shamsa.
graduates, you may now be seated. And now, may I call on Ms. Mervet Murad to present a token of appreciation to our beloved guest, Dr. Mustafa Sayed. The IB Diploma Program offered by Al Rawabi Private School has nurtured a community of exceptional students who are not only academically competent, but also socially involved through CAS. We would like to take this opportunity to recognize and celebrate the achievements of our IB students. And to present this year's CAS awardees, let us call on our dear CAS coordinator, Ms. Fatma Shamasi. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, esteemed faculty members, proud parents, and most importantly, our graduating batch of 2023. Today, we are here to recognize the hard work and dedication of an exceptional select group of students who have truly exemplified the ideals of CAS and gone above and beyond in their extracurricular engagement. These students have embraced what CAS stands for wholeheartedly,
pushing their boundaries and leaving an indelible mark on their communities. They have exemplified the true essence of giving back, stepping out of their comfort zones, and taking full autonomy for their own growth. Students, as we honor your accomplishments today, let us also remember the invaluable lessons we have learned through CAS. The experiences you have gained and the challenges you have overcome will forever shape your character and help guide you in your future endeavors. And now, without further ado, I would like to call to the stage Mr. Anthony Bernardino, the IB coordinator, to present the CAS Awards. Thank you, Ms. Fatima and Mr. Anthony, and congratulations to this year's CAS awardees. أما الآن ندعو الطالب علي أسامة والطالبة عالية حسين لإلقاء كلمة الخريجين باللغة العربية. فليتفضلا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم بس قبل ما ابدا ابي تشجيع قوي شو اخباركم عساكم بخير بس اليوم ما دام اليوم يوم التخرج ليله عظيمه ليله استثنائيه حبيت اني اسوي مفاجاه المفروض ان ابتدي القي النص بس حبيت أسوي هالمفاجأة في الليلة هذه بقول كلام من القلب للقلب أتشوف الإدارة متوهقة بس آسف إذا باخذ من وقت البرنامج من وقت زميلتي عالية بس ما أقدر أفوت هذه الليلة بدون ما أقول هالكلام يعني في هذه الليلة العظيمة أنا أسميها ليلة العمر لا حد يقص عليكم يقول لكم إن ليلة الزواج ليلة العمر لا ليلة التخرج هي ليلة العمر اليوم رحلتنا انتهت مدتها 12 عام مع صبر وجهد اليوم نحققها ونستلم جائزتنا ونستلم نتائج تعبنا وثمرنا اللي احنا بذلناهم مدة 12 عام مشكورين ما قصرتوا على حضوركم الليلة وحين نقدر نبتدي نكمل
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. أما بعد، مؤسسة مدرسة الرواب الخاصة الأستاذة عواطف رضي، الدكتور عبد الستار مصطفى العامري، مديرتنا الفاضلة والحبيبة مرفة مراد، سمعوني تحية لها. الأساتذة وأولياء الأمور الكرام، الزملاء والزميلات الأعزاء، أيها الحفل الكريم، نحييكم بتحية طيبة من صميم القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نقف اليوم بين أيديكم أصالة عن أنفسنا ونيابة عن زملائنا الخريجين، حاملين مشاعر الفخر والاعتزاز إلى هذه المدرسة العريقة، مدرسة الروابي الخاصة. فاليوم نحتفل بهذا التاريخ الذي سيبقى راسخا في أذهاننا، يوم التخرج المنشود بعد ليال طويلة وجهد عظيم. هنيئاً لنا جميعاً بهذا الإنجاز. وفي هذه المناسبة نوجه الشكر والتقدير لجميع أعضاء الطاقم الإداري والتربوي على جهودهم المبذولة لتسخير مسيرتنا التعليمية. ونود أيضاً أن نشكر الكيان التعليمي الذي أتاح لنا فرصة الإنجاز الأكاديمي والإبداعي في مدرسة الروابي مع وجود الدعم المعنوي المستمر. يقول الشاعر: أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني أنفسا من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. فلا نستطيع أن نعبر عن امتناننا اتجاه العلم المقدم منكم، فمسيرتنا التعليمية خاوية دون جهودكم وعلمكم. شكراً لكم على ما قدمتم، وهنيئاً لكم هذه المكانة العظيمة. آباؤنا وأمهاتنا فليس بالأقلام حبر ولا باللغة مفردات تكفي أن تشرح ما نشعر به اتجاهكم. شكراً لكم، شكراً لكم لأنكم السند الداعم لنا دائماً وأبداً، فقد مهدتم لنا طريق الوصول، وها نحن اليوم نجني معا ثمار مبذل. ونعدكم أن نكون عن حسن الظن. زملائي الخريجين والخريجات، قد صنعنا مجدا في بناء حجر الأساس، قد صنعنا مجدا في بناء حجر الأساس في علمنا. نعم، إنه حجر الأساس وللمجد بقية، رحلة شاقة، ولكن تذكروا يجب أن تكون المشقة على قدر المبتغى، ومبتغانا قد يختلف ونشترك في سموه. فنحن لا نغلق الكتاب بل نطوي الصفحة منتقلين إلى فصل جديد. اليوم بيننا عشرات ممن سيخلدهم التاريخ في المستقبل. احرصوا أن تكونوا أنتم منهم، ولا تنطفئ همة السعي أبداً. ختاماً، نبارك لكم تخرجكم، راجين من الله أن يحفظنا ويجعلنا صالحين مخلصين إلى هذا الوطن. وندعو الله أن تبقى مدرستنا الغالية صرحاً للفخر والشموخ. دمتم سالمين. للطالبين علي أسامة وعلي حسين على هذه الكلمة الرائعة، مع خالص الدعوات لهما بالتوفيق والنجاح. تمر الذكريات أمام أبصارنا،
كأنها حدثت الآن. لا شك أن الذكرى عزيزة على قلوب أصحابها، لا سيما إن كانت ذكريات قد رسخت منذ الطفولة حتى مرحلة الشباب. كانوا صغاراً وأصبحوا كباراً يحملون آمالاً وتطلعات كبيرة نحو المستقبل الذي ندعو الله أن يكون مشرقاً لهم جميعاً. نبقى الآن مع فيديو شريط الذكريات للطلبة الخريجين. ماما، تذكرين بداية المشوار؟ لما وصلتيني الحضانة أول يوم مدرسة وما كنتي تعرفين شنو بتكون ردة فعلي. ماما، السنين تركض. يما، تذكرين لما كنتي تجهزين لنا اللانش بوكس كل صبحية وتسألينا شنو تحطين لنا، وساعات كنا نوزع الأكل على الصف بدل ما ناكله يا زعم إحنا اللي كليناه. ولا عاد صف الأرت لما نتحمس شوية ننسى روحنا ونرد البيت مسبحين بالبينت على مريولنا وتعصبين علينا. شباب، تذكرون أيام الصيادة؟ أيام اللي همنا الوحيد إن ما ننصاد ونشوف من فينا يكون أسرع واحد. لا، إيش رأيكم في الأيام اللي نصطف عند باب الصف ننتظر طق الجرس ونتم كنا نحاول نصيد الحاسبة ليه ما نضبطها ويا الجرس؟ أنا كنت أستانس على ستيكر اللي المعلمة تحطه لي لما أحصل علامة كاملة في السبيلينج. ولا المفروض أعطي أمي على التعب اللي تعبتها وهي تملينا كيموت طول الليل. تتذكرون لما كنا نعبر للهاي سكول؟ كانت كأنها رحلة. كنا نحس مشوار طويل. على طار الرحلات، ما في أحلى من مشوار الباص وإحنا رايحين الرحلة، لأن الباص ينقلب جمهور ملعب كورة والكل يصفق ويغني. من يتذكر الهوشة على تشيكن ناجتس والألو في الكافيتيريا عن أبوك إنه ما في أكل غيره؟ إنزين على الأقل جربوا شيء ثاني. بس لا، مستحيل. أنا ما بنسى البطولات اللي فزنا فيها، والله فريقنا كان وحش. كاس ورا كاس، بطولة ورا بطولة. ما بنسى أيام الامتحانات لأن نفرش الأوراق والكتب في نص الممر وانت من راجع إلى آخر لحظة قبل لا ندش الصف. تذكرون أول يوم من جريد 6 لما كنا متحمسين على اللوكرات وانت مرتب كتبنا فيه؟ والحين صار الوقت ان نشيل اغراضنا نودع هالمكان اللي جمع كل هالذكريات. ذكريات عمرنا ما بننساها مع اصدقاء ومعلمين قضينا معاهم اجمل ايامنا. شكراً لأهالينا اللي تعبوا معنا طول هالسنين، اللي يوم حلموا إنه يشوفونا بثياب التخرج، وحين الحلم صار حقيقة. شكراً يما، شكراً يبا، إن شاء الله تكونون فخورين فينا. شكراً إلى أساتذتنا اللي وقفوا معانا ودرسونا من أول معلمة أخذت يدنا في الحضانة لآخر أستاذ جهزنا للامتحانات النهائية.
شكرا لمدرستنا اللي كانت منزلنا الثاني طوال هالسنوات، المكان اللي كان شاهد على طفولتنا، والمكان اللي كبرنا فيه حتى نكون مستعدين لخدمة وطننا. مع تحيات دفعة 2023. Of listening to the graduation speech by two of our most outstanding students who have both embodied excellence and perseverance throughout their academic journey. Please welcome Zain Khalid Khaz'al and Subhan Abdullah. Our dear school founder, Ms. Awatuf Radli, our general director, Dr. Abdel Sattar Mustafa Al-Amiri, our school director, Mr. Mohammed Al-Ikri, our principal, Ms. Mirbat Murad, board members, faculty, supportive teachers, dearest parents, and distinguished guests, and my fellow graduates, a pleasant evening to every one of you. Today we're gathered to celebrate the remarkable achievements of a group of exceptional individuals, the graduating class of 2023. We never thought this day would come. When I first entered the gates of Al Rawabi School, I was screaming, kicking, crying, and I was forcefully put into the kindergarten classroom. That was the start of my voyage. 15 years later, and I am still screaming, kicking, and crying because I don't ever want to leave. And yet, here I am giving a speech on behalf of my fellow graduates. And while this was nothing like High School Musical, I can assure you that it is by far superior. We've endured a long wait for this moment, counting down the days, hours, and minutes until it arrived. Reflecting on the past few years, we can't help but feel an overwhelming sense of pride and joy for what we've accomplished. And yet, we can't help but feel regretful, as it means leaving behind the close-knit family that we've been part of since childhood. We owe a huge debt of gratitude to the vital members of that family, the individuals who've become our ultimate inspiration. Teachers, thank you for encouraging us to take risks and for being our guideposts. You may have set out to change the world of education, and only time will tell if the world embraces that change. Regardless, I know for sure that you've changed my world, and for that, I'm eternally grateful. We'd also like to take a moment to thank our unsung supporters, our loved ones, wherever they may be today, but most specifically, our parents. They witnessed our countless sleepless nights, endured our mood swings, and followed us on this wonderful expedition. But I would like to take a moment to thank my parents, who've become the pillars whom without I wouldn't be where I am today. So, speaking on behalf of the whole batch, thank you for being our biggest support system. On another note, what made our senior year memorable are our fellow graduates. Despite being the largest graduating batch from Al Rawabi School to date, I can assure you that this batch, without a doubt, was a second family to all of us. And although senior year has been a challenge to all of us, what made it bearable were your jokes, sense of humor, the many student-led activities, driving our dear administrators insane, and taking over our IB coordinator's office. All of those unforgettable memories make me extremely grateful to have been a part of this graduating batch. But alas, our future, albeit unpredictable and frightening, awaits us.
So I remind you that the future is not predetermined. It is built by your diligent efforts, along with tough decisions. Thus, we stress the importance and the power of taking risks. Sure, life's full of uncertainties, challenges, and opportunities, but one thing is certain. If we don't take risks, we will never know what we're capable of achieving. Witnessing one of the last times where the entire batch is in the same room feels so surreal. Admittedly, a part of me still believes I'm coming back to school this coming academic year, but that just proves to me how much of a remarkable experience it was to be an Al Rawabi student. And once again, thank you parents, teachers, our Rawabi community, and congratulations to the graduating class of 2023. Thank you so much, Zain and Subhan, for your inspiring speech. Tonight, as per our enduring tradition, let us witness the symbolic passing of the perpetual trophy. This trophy represents wisdom, knowledge, duty, and responsibility. To represent the graduating class, I would like to invite Wujdan Rashid to come forward. For our Rawabi School 8th graduation ceremony, which was last year, I was in hand of accepting this trophy. Here I am today for our graduation ceremony, passing the trophy to the upcoming grade 12 class. On behalf of the graduation class, school year 2022 to 2023, it's my privilege to hand over this trophy, which symbolizes wisdom, knowledge, duties and responsibilities laid upon your shoulders as the upcoming grade 12 class. Continue to protect the good name of our school, nurture the flame, and keep it burning. And may you strive to achieve honor and fame for our dear Alma Mater. Now I may call on Khadija Al-Tawil, representing the upcoming grade 12 class of our Rawabi School, year 2023 to 2024, to accept this trophy. Thank you. Shoulders. I promise to continue to protect the good name of our school, set a good example for our schoolmates, and pursue excellence and honor for our dear Alma Mater. Thank you. Thank you, Wujdan, and congratulations, Khadija. أما الآن مع وقفة قصيرة للطالب علي أحمد أكبر. فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الحضور الكرام، أريد أن ألقي عليكم أبيات شعرية كتبتها بنفسي، وذلك لأهديها إلى والدتي العزيزة المرحومة بإذن الله تعالى. القصيدة بعنوان أمي. ذهبت من غير وداع، كان الأمر وكأنه حلم، ما بال فاقد الأحباب إلا الدعاء والشكر على النعم. ما كان ينبغي أن تذهبي، ولكن لا اعتراض على قدر الله، فهذا حكم. أراك في كل صباح، فأنت نور الشمس الذي في وجوه البشر يلتطم. حزني يهمس لي أن أبكي، ولكن همسك يقول أن أبتسم. فها أنا بكل فخر أرفع لك القبعة وأنا أبتسم. شكرا للطالب علي أحمد أكبر على كلمته المؤثرة. فلتتفضل الأستاذة عواطف جاسم رضي والأستاذ الدكتور عبد الستار مصطفى العمري والأستاذة مرفت مراد من أجل تسليم الشهادات للطلبة الخريجين. The moment that holds the most importance in this ceremony has arrived, the presentation of diplomas. I would like to request our graduates to stand up and prepare to receive their diplomas. محمود بن حاتم محمود المصري، امتياز، حائز على شهادة البكالوريا الدولية. حسين مرتضى إبراهيم عجوز، امتياز. محمد جلال أحمد علي عبد الله، امتياز. علي إبراهيم خليل إبراهيم القهوي، امتياز. حسين محمد علي حبيب العرب، امتياز رفيع. محمد هاشم الهاشمي، امتياز رفيع.
عامر عبد الله عامر عسيري. قاسم محمد حسن إبراهيم علي السباع. صباح حسن يوسف أحمد امتياز رفيع حائز على شهادة البكالوريا الدولية. حسين أمير علي عبد الرسول بن رجب امتياز رفيع. محمد حسن إسماعيل جاسم امتياز رفيع. علي سمير عبد علي عبد الله امتياز رفيع. محمد هادي توفيق عبد الله عيسى الحداد امتياز. محمد عبد الله حسن أحمد العريس امتياز رفيع. يحيى محمد عبد علي موسى سلمان العصفور. أحمد حسين جعفر حسين مهدي. محمد عدنان جعفر جواد علي المعبر امتياز. عبد الواحد علي عبد الواحد محمود الكوهجي امتياز. عبد الله علي حسن رضي امتياز. يوسف يونس يوسف محمد تقي امتياز رفيع. حسن لطفي علي متروك امتياز رفيع. مهدي محمد حسين علي حسين امتياز. حسن ناصر منصور علي أكبر امتياز. كميل حسين محمد جاسم علي امتياز رفيع. محمود محمد علي حسن محمد مطر امتياز. علي شريف علي عبد الرحيم اسماعيل امتياز. بحريني والطيبة مزروعة بإحساسي في ديرتي أفخر دومر. سلمان مهدي سلمان سرحان امتياز رفيع. علي محمد علي محمد النور امتياز رفيع. حسين محمد عيسى علي التاجر امتياز رفيع حائز على شهادة البكالوريا الدولية. علي عادل عيسى فاضل العرب امتياز رفيع.
البحرين والبحرين أمي وداريها اللي رعتني سنين محال أوفيها البحريني والبحرين أمي وداريها اللي رعتني سنين محال أوفيها بقى لها غيمة تحمل بشاير خير ما تغني بلادي وأنا المطر فيها ملاك حسين حميد صالح الصيرفي امتياز رفيع أسيل محمد سعيد صالح امتياز عبد الله إبراهيم نور الدين عبد الرحيم البلوشي بحريني والتاريخ يشد عبد الله ابراهيم احمد ابراهيم آل شهاب بفزعاتي ما تهزني داني سامي عدنان اللهيب امتياز محمود جاسم اسماعيل حسين عبد الله شجاعي فزعاتي للحق سرت دروب مديت خطواتي حسن علي رضي علي عبد الرضا امتياز رفيع ما تهزني الشدات ولا اسمي بحريني مثلات نجم السيل تبان وقفاتي ابراهيم حسين ابراهيم احمد الناصر امتياز رفيع حائز على شهادة البكالوريا الدولية يوسف محمد عبد الهادي عبد الله إبراهيم امتياز رفيع حائز على شهادة البكالوريا الدولية علي رضا علي جعفر فضل حسين حمزة جاسم حماد امتياز رفيع هشام سامي عبد العزيز العسعوسي امتياز رفيع السيد باقر علي جعفر علوي علي محمد خليل إبراهيم الصالح امتياز عمار ياسر حسن حبيل الخواجة امتياز سلمان إبراهيم سلمان بخيت سلمان سالم امتياز رفيع السيد هاشم قاسم هاشم محفوظ امتياز رفيع حائز على شهادة البكالوريا الدولية محمد أحمد كمال علي الترك امتياز رفيع حائز على شهادة البكالوريا الدولية جواد توفيق جواد إبراهيم رجب امتياز رفيع حائز على شهادة البكالوريا الدولية ياسر يوسف عبد العزيز إبراهيم هارون امتياز رفيع حائز على شهادة البكالوريا الدولية عبد الله كريم عبد الله عبد العزيز امتياز يوسف محمد خلف حسن عبد الله امتياز رفيع
بحريني والطيب سيد محسن حيدر محسن إبراهيم ماجد العلوي امتياز بحريني والطيبة مزروعة مهدي حسين موسى حسين مالك زاد طول العمر قسمت بني أعمرها سام عباس مهدي سلمان امتياز للعز والعليا سام عباس مهدي سلمان امتياز حسن حسين رمضان غلوم حيدر امتياز رفيع علي احمد اكبر احمد امتياز حسن مكي حسن آل زين الدين امتياز علي حسين عبد الله أحمد امتياز رفيع حاز على شهادة البكالوريا الدولية علي أسامة علي حمد علي خليفة الحسين امتياز رفيع بحريني والبحرين أمي وداريها اللي رعتني سنين محالو حسين علي حسن محمد صادق عبد الرحيم امتياز وداريها اللي رعتني سنين محالو فيها مهدي شريف حسن غلام حسين ما تبني بلادي وانا المطر فيها احمد رضا درويش محمد جعفر امتياز رفيع أحمد أسامة سعيد إدريس صديق امتياز رفيع فجر حسين محمد علي محمد عيسى الحمر امتياز رفيع آية السيد أمين مجيد علوي امتياز بحريني والتاريخ زينب عبد الهادي احمد مهدي مبارك امتياز رفيع بديت خطواتي فزعاتي سمانة فاضل عباس علي كمال امتياز بحريني مثلت نجم سهيل تنبان وقفاتي بحريني غدير السيد فضل حميد علوي عبد الله امتياز رفيع الحق سرت دروب مديت خطواتي نور تركي ابراهيم محمد المهزة امتياز ما تهزني الشدات ولا اسمي بحريني علي حسين علي عبد الحسن الطويل امتياز رفيع شدات بحريني زهرة هاني عبد الله مكي محمد حسن امتياز رفيع نور ابراهيم احمد محمد صالح امتياز رفيع فاطمة حسين عباس محمد علي امتياز رفيع زهرة حسن أحمد علي امتياز رفيع فاطمة محمد جاسم غلوم درويش امتياز وجدان راشد أحمد راشد المولاني امتياز رفيع حائز على شهادة البكالوريا الدولية جمانة علي حسن طلاق امتياز رفيع حائز على شهادة البكالوريا الدولية بحريني بمجادي بعزومي شوق عبد الحليم حسن صالح العلواني امتياز
زينب عبد الله عبد الجليل الصفار امتياز. مريم حسن ملا احمد حسن يوسف امتياز رفيع. فاطمه رضا ميرزا محمد مدن امتياز رفيع. زينب حسين محفوظ هاشم امتياز رفيع. سارة عبد الله موسى عبد الله الصائغ امتياز رفيع. إيمان محمد جواد عيسى عبد الله امتياز. آمنة أحمد يوسف أحمد الصحاب. مروة أحمد عباس محمد سهراب امتياز رفيع. فاطمة علي درويش ميرزا علي أحمد. أسماء عبد الإله علي أبو علي امتياز رفيع. حنين إبراهيم عبد الله الحافظ امتياز. نور غازي عبد النبي عيسى امتياز رفيع. جود أحمد حبيب حسن امتياز رفيع. ندى غازي عبد النبي عيسى امتياز رفيع. فاطمة سلمان حبيب سلمان علي امتياز رفيع. سكينة السيد حسن هاشم حسن الموسوي امتياز رفيع. زين خالد حسن خزعل امتياز رفيع حاز على شهادة البكالوريا الدولية. سبحان عبد الله محمد عامر امتياز رفيع حاز على شهادة البكالوريا الدولية. زينب ياسر سعيد علي عبد الله امتياز رفيع. لاجل الوطن اهديت كل عمري وعيالي. فاطمة فيصل جاسم عليوي امتياز رفيع. رناد حمد عبد العزيز مكي عيسى الماجد امتياز. فاطمة محمد أحمد جعفر حسن جعفر. جنان زهير حسن محمد عبد الرسول امتياز رفيع. شكرا للاستاذه عواطف جاسم رضي والدكتور عبد الستار مصطفى العامري والاستاذه مرفت مراد على تسليمهم الشهادات للطلبه الخريجين. Graduates, please stand for the declaration and conferring of you being graduates. May I call on Dr. عبد الستار مصطفى العامري to do this honor.
moment of announcing your graduation officially by virtue of the authority vested in me by a Rawabi private school board of directors and the Ministry of Education in the Kingdom of Bahrain, I confer upon each of you the end of secondary education certificate and announce your graduation. Please move your tassels to the left. Congratulations. Alf mabrook, inshallah. Barakah, inshallah. قصة من يوم كنا صغار بعزم الطموح وجد بحرصنا وصرار يا هواها اللي غالين علينا نكتب بجدرانها كل ذاكرتنا هادي منا هادي حبنا هادي فينا أحبتنا الحضور Parents, kindly remain seated. الرجاء من الحضور الجلوس لم تنتهي الحفلة الرجاء من الحضور الجلوس الأمور الكرام الرجاء الجلوس في أماكنكم أحبتنا الحضور كأني بهم كالورود تنشر العبير في أروقة ذلك الصرح تسبقهم لهفة البراءة وتصدح أصواتهم في زوايا الصفوف كان لهم العهد مع نسيمها الشذي حيث حكايا وأسرار تمتلئ بها كل الأماكن علم وعمل وسعي واجتهاد محبة واحترام وتقدير مبادئ وقيم جمعت القلوب بعنفوان الأخوة والصداقة وحانت الآن لحظة القطاف المرة فقد أسفر الفجر وأطلت الملائكة بقناديل الأنس ونشيد الفرح أتممت مراحل تعليمي وقطفت ثماري وجهودي والبهجة تاجي ونديمي وبكف حلمي وورودي مطلع نشيدة التخرج من الحان وتوزيع الأستاذ رامي الكرماني كلمات الأستاذ صلاح مهدي الهملي فمع نشيد التخرج أتممت مراحل تعليمي